طارق، لانه الوقت بيداهمنا وفي بعض الاسئله لازم اطرحها عليك. في الاونه الاخيره ملاحظه انه على السوشيال ميديا او في هذا العالم الافتراضي في محاوله لهز الرموز وارباك الراي العام خاصه في الاوساط الشبابيه وهز الرموز السياسيه، يتكلم عن فلان الفلاني يتكلم عن فلان الفلاني، وتلاقي إنسان بيتكلم ويعترض وأحيانا يتجاوز في التشبيه بدون علم وبدون قراءة. إحنا ما عصرناش مثلا الحقبة الفلانية ومش عايز أسمي، لكن إحنا نعتز بيها لأن دي عشناها بتفاصيلها وخاضت مصر فيها حروب وتحدينا. سؤال، من يملك الحكم على الرموز؟ وهل إحنا في حاجة إلى تشريع لتجريم هز الرموز أمام الشباب؟ لأنه ده بيعمل أثر سلبي كبير قوي في الأوساط الشبابية اللي ما عاشتش المرحلة دي. الحقيقة أنا بشوف يعني تعبير وجهة النظر ده بدأ يعني إيه ينزل 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 لغاية ما بقيت بلاقي سباب يعني وبذاءات وكذا وخلاص. يعني أنا أحيانا أندهش مصادر المعرفة ومصادر الاطلاع على أي ظاهرة أو على أي حقبة مع أو ضد، ما هي موجودة وتقدر تدخل وتقرأ وتكون وجهة نظر، بس دعني أقرأ وجهة نظر. لكن هذا الشكل من السيولة على فكرة على كل المستويات، حتى على المستوى الأدبي. يعني أحيانا تبقى أنت عامل رواية فواحد يسبك فعلا أو يشتمك فعلا أو يقول إيه الكذا ده فعلا، وبعدين تلاقي واحد يقول لك إيه لازم تحتمل مثلا وجهة النظر. يا جماعة وجهة النظر ملهاش علاقة، وجهة نظر في منتج في كذا ملهاش علاقة بهذا الشكل من المجانية برضو. فأنا ساعات أشوف إنه إحنا ليه دايما يا الحنفية مقفولة خالص فمفيش، يا الحنفية مفتوحة خالص الأمور سايبة خالص بشكل فتغرق. يعني يا إما لجنة أصوات هي اللي بتجيز فممكن تمنع صوت عظيم من أنه يدخل الإذاعة، يا إما مفيش خالص فأي حد ماشي بيغني في الشارع ويعمل كده بإيده يبقى مطرب وتتبناه السوشيال ميديا وتتبناه بعض البرامج. أنا بشوف بص محدش هيقدر يضبط حاجة. صحيح، لابد. وفي الزمن اللي احنا فيه ده خلاص ما بقاش فيه مركزية لأي شيء تقدر تضبط شيء، غير انه لابد انه احنا بقينا خلاص في قانون سوق على كل المستويات، زي ما السوق هو اللي بيضبط نفسه في الكتابة. اصل العالم الافتراضي ده يعني كل شوية بتبان سلبيات رهيبة له. طيب قبل ما الوقت يخلص، هل الشهرة بتقيد صاحبها؟ يعني احنا سمعنا وقرأنا دائما انه المنصب يقيد صاحبه، لكن هل الشهرة الان تقيد صاحبها؟ بص بصراحة وانا ما بحبش اتكلم عن نفسي في الجزئية دي، يعني ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير. بس مثلا انا دلوقتي بقيت ممكن ابقى قاعد في كافيه فاكتشف ان في ناس بتعرفني وفي ناس بتقرا لي، ابقى راكب مواصلة عامة فلاقي حد كذا، بتخليك متشاف، بتحقق لك شيء من شيء كبير وضخم من السعادة. لأن احنا ككتاب بدأنا من فكرة الناس بتعرف المطربين وبتعرف الممثلين وكذا، بس احنا محدش بيعرفنا. وصلنا الحمد لله النهاردة لواقع بيقول انه بعض الكتاب، وانا بحمد ربنا ان انا بقيت منهم، ان ممكن ناس تعرفك في شارع، ناس تعرفك في مكان. انا كنت قريب في الزقازيق مثلا يعني بزور يعني خطيبتي، فلقيت واحد في الشارع اللي هو تحت البيت عارفني. حاجات بتحصل، يعني ممكن تتنازل عن حاجات بتحبها انك انت يعني تبقى بتتمشى تاكل درة على كوبري قصر النيل انت وصديق ليك، تبقوا قاعدين مثلا على مقهى، او تلبس لبس احيانا انت حاسس انك انت عايز تلبس حاجة بسيطة او مش يعني، هل ممكن تتنازل عن ده؟ ما بتنازلش، بس هي بتحصل وببقى محرق يعني طول الوقت بتحصل، لاني بعمل كده فعلا وبنزل باي لبس عشان مش عارف اقعد فين وبروح كده، فبتحصل بس ما بقدرش اتنازل لاني بشوف حاجه ان انا حتى بان انا اصر على عاديتي وعلى بساطتي دي، انا كمان بدي درس للقارئ ده اللي يمكن نفسه يبقى في يوم من الايام كاتب. كن عاديا واحرص على عاديتك تصبح استثنائيا. جميل. في إيماءه سريعه، الترند، هل انت شايف الترند ده اللي اصبح هدف وطريقه للتربح
واحيانا يكسر حاجات كتيره جدا من ثوابت المجتمع. ايه اللي حصل لنا بالظبط؟ انا من حظي ان انا اتخذت ترند كذا مره، بس في حاجه انا بشوف انها بقت خطيره جدا، ان كل ما يفترض ان هو اصلا عفوي وطبيعي بقى بيصنع. يعني كتاب فجاه بيكسر الدنيا لان القراء قروه، لا دلوقتي ممكن كتاب يصنع فكره ان القراء يلتفوا حواليه. ترند المفروض انه بيجي كده من تحت لفوق، يعني بيتشكل، لا بقى يصنع الترند. انا شايف ان دي حاجه بقت خطيره جدا، وبعد شويه حتى هتعمم كل شيء، مش يعني حتى الاستثنائي بعد شويه هيبقى عادي. بشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء الاستاذ القاص والروائي طارق امام، شكرا على هذا اللقاء، وبتمنى لك مزيد من النجاح والتوفيق ومزيد من الابداع ايضا. انا المتشكر جدا، وسعدت واستمتعت جدا جدا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا لكم انتم ايضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه. يعني دائما نقول انه على هذه الارض ما يستحق الحياه، ما يستحق الأمل، ما يستحق النجاح. دائما أحلى الكلمات هي التي لم نقلها بعد، وأحلى الأماكن هي التي لم نزرها بعد، وأحلى اللحظات هي التي لم نعيشها بعد. الأمل ثم الأمل ثم الأمل.